كما كرم مكتب محو الأمية وتعليم الكبار بمديرية 70 بمنطقتيها الأولى والثانية مدير شركة التبغ والكبريت عبد الحافظ السمة باعتباره الشخصية الاجتماعية والوطنية للعام 2015 و2016 ولمساهمته الفاعلة في تشجيع التعليم. في وقت أصبح الدعم المادي مختفيا بسبب ما تتعرض له اليمن من عدوان سافر، تأثر من خلاله الاقتصاد اليمني وجعله من ضمن أهدافه المزعومة. كرم محو الأمية وتعليم الكبار بمديرية 70 بمنطقتيها الأولى والثانية شركة الطبغ والكبريت لدعمه للتعليم عامة ومحو الأمية خاصة. ظل هذه الظروف، ظل هذه الأوضاع التي تمر بها بلادنا، لم نجد فعلا حقيقة من يقوم بدعم محو الأمية وخاصة في مديرية 70 الأولى والثانية. فالأستاذ عبد الحافظ السمة قام بدعم ورعاية هذا الحفل الذي أقيم يوم الخميس الذي هو الأمس، والحمد لله رب العالمين. وهذا الرجل وطني، رجل من أفضل الرجال في تواضعه، في كرمه، في دعمه لمثل هذه الأمور. سعت شركة الطبغ والكبريت لدعم التعليم وغيره من المجالات في ظل الأوضاع الصعبة للاقتصاد اليمني المتدهور جراء العدوان السعودي منذ 26 مارس العام الماضي. دعم مثل هذا الجهات، سواء محو الأمية أو الشباب أو جانب التعليم بشكل عام، هو جزء من الأنشطة التي تقوم بها شركة كامران في جانب الدعم الإنساني والمجتمعي، وهي أيضا من الشركات الداعمة بشكل مستمر، وإن شاء الله أننا على استعداد لتقديم المزيد. أكثر من عام والشعب اليمني يجسد صورا من صور الصمود والتلاحم في الدعم المادي، وذلك للمساهمة الفعالة في تحسين الوضع الاقتصادي المتدهور التي تمر به البلاد منذ عام ونيف من العدوان. القيس أحمد، اليمن اليوم، صنعاء. في المحويت لم تقتصر معاناة النازحين على ما يتحملونه من مكابدة النزوح، بل وصل الأمر إلى متجرة بعض من المناظر